سنتعرف في اليوم الأخير من زيارتنا لسيدني على مدرسة موسيقى فريدة من نوعها، كما سنزور واحدا من أغرب المباني وهو يحمل توقيع المهندس المعماري العالمي فرانك جيري. هيا بنا. يعد معهد سيدني للموسيقى أو The Sydney Conservatorium of Music من أكثر المعاهد الموسيقية غرابة، إذ يقع أسفل الحديقة النباتية الملكية، وهو من أرقى معالم المدينة من حيث البنيان، ويقصده الطلبة لتعلم الموسيقى. هنا تقدم دروس في الجاز والتأليف الموسيقي والتوزيع لأنواع الأغاني والمقطوعات كافة. الطريف في الأمر أن دار أوبرا سيدني العريقة تختار أحياناً عازفيها من هذا المعهد الفريد. أثناء إقامتك في سيدني بإمكانك عزيزي السائح أن تزور هذا المعلم الثقافي وحضور حفلات موسيقية مجانية يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع. مبنى تشاو تشاك وينغ أول مبنى لإدارة الأعمال في أستراليا من تصميم فرانك جيري، الذي في رصيده عدد من أبرز المعالم المعاصرة في العالم. يعد من رواد العمارة التفكيكية، وهو حائز على جائزة برينسك للعمران ومن أكثر المعماريين تأثيرا في العالم. يحمل المشروع اسم الدكتور تشاو تشاك، رجل الأعمال الصيني، ويحتوي المشروع من الداخل على درج فولاذي يعمل كنقطة محورية منحوتة تعكس حركة الناس في الداخل، كما يحتوي على قاعات متعددة الاستخدامات وعلى مسرح ومكاتب. يحتوي المبنى على نوعان من الواجهات، حجرية مموجة وزجاجية تعكس البيئة المحيطة بها، وهذه المواد المتناقضة تجسد ارتباط سيدني بالحداثة والتراث. ليث بزاري، العربية، سيدني، أستراليا.